طفل عمره في معالي السبطين كاتب غلام صغير، غلام صغير. وقرأت في كتاب آخر أن عمره كان أقل من 11 عام، يعني 10 أعوام مثلا، غلام صغير. ولكن لاحظ هذه الأم شلون ربت هذا الطفل، شلون أنشأت هذا الطفل، شلون علمته إمام زمانه. تقول له: يا بني قم وقاتل دون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن الحسين صلوات الله عليه يحتاج إلى من يقاتل دونه، يجب أن يقاتل دونه. يقوم هذا الطفل وقامته أصغر من قامة سيفه. شوف ايش كبراته، سيف أطول من قامته، يجر السيف. يأتي إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ويطلب منه الإذن، فيقول سيد الشهداء صلوات الله عليه: هذا رجل قتل أبوه في المعركة، وأخاف أن أمه لا ترضى بذلك. من هو أبوه؟ هو ما قال من هو أبوه، لكن بعض التواريخ ينقلون أنه كان ابن مسلم ابن عوسجة. فيقول: إن أمي هي التي أمرتني بذلك. يذهب إلى الميدان، شوف المعرفة، طفل غلام صغير ما يقول من أنا، يقول: من هو أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. شو طفل غلام صغير أقل من 11 عام، هاي معرفته، أطفالنا هذه معرفتهم. ويذهب ويقاتل قتال الأبطال إلى أن يقتل دون سيد الشهداء. هالشكل ربنا أطفالنا إحنا، أن يقتلوا دون إمام زمانهم، أن يقاتلوا قتال الأبطال، توليهم تولي كامل، وتبريهم تبري كامل. هالشكل ربنا أولادنا، يعرف من هو الحسين ويعرف من هم أعداء الحسين. هالشكل عندهم تبري أو ما يعرفون هالشكل، فلتربيهم الجرائد والمجلات والتلفزيونات والمحطات الفضائية الفاسدة، اتركهم هالشكل. بعدين شوف هذه الأم عندما يرمى برأس ولدها لا تبكي ولا تصرخ، وإنما تقول: أحسنت يا ثمرة فؤادي وقرة عيني. ثم تأخذ رأسه وترمي بها عدوا من أعداء الله فتقتله. شوف شلون بطله زوجته مسلم ابن عوسجة، على ما يقول بعض المؤرخين، تأخذ رأسه وترمي به عدوا من أعداء الله فتقتله. بعدين تقوم وتأخذ عمود الخيمة وتهاجم الأعداء وتقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة، عجوزة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ثم تأخذ بهذا العمود وتقتل عدوين من أعداء الله. الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول لها: ارجعي إلى الخيمة جزاك الله خيرا. شوفوا هذه الأم البطلة، وهذا الأب البطل مسلم بن عوسجة، وهذا الابن البطل. هالشكل آباء يربون هالشكل أبناء، هالشكل أمهات يربون هكذا أبناء. مو الآباء المايعين الذين لا يهمهم دينهم، الذين لا يهتمون بتربية أطفالهم، اللي هالشكل تاركهم. يجب أن يكون له معرفة، يجب أن يكون متنمرا في ذات الله، يجب أن يكون مبغضا لأعداء الله. هكذا يجب أن يكون أولادنا وبناتنا. الجرائد تربي هكذا أولاد، المجلات تربي هكذا أولاد.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً.